أما عن حالة الطقس فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا السبت حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.